السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم الدنجال معمر بالكفته بواحد لاصوص زوينه. ان شاء الله نتمنى تتبعوا معايا وتعجبكم هذه الطريقه هذه وتجربوها. دونك عندنا هنايا الدنجال لاني شديتو قسمتو وخويته من القلب ديالو، خويت ليه شويه ورشيت عليه الملحه وخليته هنايا كيتصبطر. دونك هنايا عندنا هذا هو داك القلب ديال الدنجال، هنا قطعته طريفات صغار. عندنا الكفته، عندنا بصله صغيره مشلضه، وعندنا تما كاين ثلاثه الدروسه ديال الثومه مطيشه منقيه ومقطعه طريفات، وعندنا خيزوه محكوكه، عندنا الزيت، قزبر ومعدنوس، الهريسه، وبالنسبه للعطريه عندنا شويه ديال التحميره. هذه التوابل ديال الكفته، سكينجبير، الخرقوم، وبطبيعه الحال الملحه والبزار. دونك انايا درت الزيت كتسخن فين غادي نقلي الدنجال، وهنايا فين غادي نصوب لاصوص. دونك خليكم معايا. دابا يا داك الدنجال ديالنا غنشفو من الماء مزيان، خليهم يتقلاو. دابا غادي ندوز للمقله الثانيه. دونك غادي ندير البصله والثومه. غنلوح الطريفات ديال الدنجال، ندير شويه الملحه، we'll be right back.
بعد ما طابت لينا هاد الحشوه ديالتنا، هنايا عندي شويه ديال لاصوص ديال مطيشه، مطيشه مع شويه ديال الملح والبزار والقزبر والمعدنوس والزعتر. غنزيد شويه هنا ولاصوص الاخرى، غادي نفرشها الاناء اللي غادي ندخل للفرن. هنا من بعد ما طفيت عليها كنزيد شويه ديال القزبر ومعدنوس، وكنحك عليها شويه ديال الزعتر. نحك عليها شويه ديال الزعتر، صافي. ودابا هي غادي نبدا نعمر في هذوك النصوصه ديال الدنجال ديالي. الدنجال ديالنا ها هو بعد ما تقلى، دونك كناخذ الاناء اللي غندخل الفرن، كنكب فيه لاصوص ديال مطيشه اللي بقات ليا من اللي كنت صايبت وبقات ليا من هاد الحشوه. دونك كناخذ بحال ما هكا نصيصات، غنبدا نعمرهم بهاد الحشو. هاد الحشوه هادي اقتصاديه، لان غير شويه ديال الكفته يفي بالغرض، لان كنعمروهم بهذيك القلب ديال الدنجال وخيز وبصلة، يعني كتكثر لينا الحشوه، يعني ما نحتاجوش بزاف ديال الكفته. وانا هنايا شاط ليا الحشوه، غنديرها هنا. صافي، وغادي نشعلوا الفران يسخن مزيان ونخشيو فيه الطبق ديالنا. غادي نرشوا عليهم الفرماج من الفوق، ونتلاقاو من بعد ما يطيب الاناء ديالنا ان شاء الله. انا وجد من بعد ما خرجناه من الفران، فصدقوني كتجي رائعه هاد الوصفه هادي. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم،
وتقولوا لي الرأي ديالكم فيها. وما تنساوش اللي ما مشتركش معايا يشترك ويضغط على زر الجرس باش تبقى ديما يتوصل بالجديد ديالي. وشجعوني وكونوا دائما معايا وأوفياء، وإلى اللقاء في طبق جديد إن شاء الله. نلقاكم على خير، مع السلامة.